مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وأول فقرة إنجاز. لطالما كانت الرياضيات المادة الأكثر تعقيدا لدى السواد الأعظم من الطلاب في مراحل الدراسة الأولى خصوصا وفي سائر المراحل اللاحقة عموما، عايشنا صعوبتها في سنوات دراستنا، تعقيدها ومعادلاتها التي نستصعب دروسها ويصعب علينا حلها. دائما كان الطلاب من هذه المادة في علاقة غير ودية، علاقة يشوبها الرغبة في عدم دراستها، صب جام الغضب على من أوجدها والتحجج بعدم أهميتها، وهكذا تسير سنوات الدراسة. فالفطرة لدى الغالب من الطلبة في تفضيل العلاقة مع الحروف والجمل وعن الأعداد والمعادلات، ولأنها ليست كما كنا نعتقد في عدم أهميتها، كان لابد من إحداث تغيير يحبب المادة المكروهة ويرغبها لدى الطلاب، أن يتم تقديمها بطريقة مختلفة سلسة وجاذبة حتى ينقلب وصفها من الصعوبة إلى السهولة، وينقلب حال تجاهلها من عدم الرغبة في دراستها إلى تفضيلها. جاءت الفكرة عبر برنامج اسمه الخوارزمي الصغير، وهو برنامج يختص بتدريب الأطفال من سن السادسة وحتى الثانية عشر على الرياضيات الذهنية باستخدام العداد الصيني أبيكس، ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الذهنية وحل مسائل الرياضيات المختلفة من خلال تدريبهم على قواعد وأسس برنامج العداد الصيني أبيكس. وفي اليمن كان لهذا البرنامج تواجد بواسطة الوكيل الحصري له في سيئون، وحرصت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة في تايز على تبنيه وتنفيذه في المحافظة عبر هذه المؤسسة من خلال تدريب مدربي الخوارزمي الصغير. نترككم مع هذا التقرير عن الخوارزمي الصغير ثم نعود. الخوارزميات علم مستقل بذاته، فيه تقاس كل الأرقام والعمليات الحسابية المبسطة والمعقدة وفق قوانين محددة ونمط علمي رياضي مدروس، فما بال أن يصبح الخوارزميات علم يدرس للأطفال وعلى أيدي معلمين قادرين على تبسيط العمليات الرياضية وبطريقة ذهنية ممتعة وسريعة، ترتقي بأن يصبح الطالب منذ الصغر يحب المادة دون النفور منها والهروب من مادة الرياضيات مملة كما كانت. ففي تدشين مركز رسالتي للتدريب والتأهيل برنامج الخوارزمي الصغير وبالشراكة مع أكاديمية الموهوبين في سيئون ومكتب جياب ترنينغ للتدريب والاستشارات، وبتمويل من مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة ضمن برنامجها التنموي الدائم، برنامج التعليم الذي يعتبر مساهمة فعلية في تصحيح مسار التعليم وتحسينه في محافظة تعز. برعاية مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة يدشن البرنامج التدريبي لمدربي الخوارزمي الصغير، حيث يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في التنفيذ في محافظة تعز. ينفذ البرنامج مركز رسالتي للتدريب والتأهيل بالشراكة مع مكتب جياب ترينينج للتدريب والاستشارات. أهمية البرنامج في المرحلة القادمة حيث يعمل على نهوض النشء، وكذلك يعني أن يفهم الطلاب طريقة الحسابات المطولة بدقائق معدودة وبسهولة. البرنامج هدفه الأساسي هو تنمية الطلاب في الجانب المحاسبي لكي يكون لديهم القدرة والإقبال على التعلم بشكل أكثر ضمن البرنامج التعليمي الذي تنفذه مؤسسة رسالتي تنمية المرأة. ثاني محافظة بعد سيئون تتبنى برنامج ذهني في علم الرياضيات ويبدأ من الصغر، فتدريب 32 متدرب ومتدربة لإكسابهم مهارات توصيل الخوارزميات الذهنية وبأدوات وطرق حديثة تضمن توصيل المعلومات للأطفال وتجعل الأرقام وعملياتها محببة للأطفال جزء على طريق المرسوم لتطوير التعليم والارتقاء به لمواكبة الحداثة التعليمية المتسارعة عالمياً. فعلا التعليم في الصغر كالنحت في الحجر، وهذا برنامج التدريبي تدريب مدربي الخوارزمي الصغير في الرياضيات جزء لا يتجزأ من هذا المثل. نعيم خالد لبرنامج عين على اليمن تعز.